الرباح، سعيدة جدا بلقائكم من جديد من خلال بلاتو صباحية دوزام. شكرا لكم على التتبع ديالكم للبرنامج خلال فترة الحجر الصحي واللي كنا تنبتوا فيها من البيوت ديالنا. حل الوقت اننا نرجعوا للبلاتو وتستمروا الحياة ان شاء الله بعد رفع الحجر الصحي تدريجيا. مرحبا بكم اذا في حلقة جديدة واسبوع جديد من صباحية دوزام. ونقترح عليكم في حلقة اليوم من صباحية دوزام فقرة دي اي واي او صنع ايديك مع وئام مقتد اللي هي مقترحة لنا ابتداء من اليوم وطيلة شهر يوليوز ان شاء الله فقرة خاصة بالاماكن الخارجية في البيوت ديالنا من بلكونات او سطوحه او جرادي. فهي اليوم مقترحه علينا كيفاش نزينوا محبقه ديال لي بلون. معنا كذلك اليوم سي نبيل العياشي في فقره التغذيه. صباح النور. صباح الخير سميره، صباح الخير المشاهدين، نتمنى ان كل شيء يكون بخير وعلى خير ان شاء الله، الله يوفق الجميع. اليوم غادي نتحدثوا على الصيام المتقطع خصوصا مع هذه الفتره ديال الفيروس ديال الكورونا ومع الفتره ديال الصيف، فكيفاش يقدر يكون ايجابي بالنسبه للجسم ديالنا وكيفاش يمكننا اننا نطبقوه. ترقبوا كذلك فقرة الرياضة مع ياسين كوتش ياسين، كذلك فقرة الجمال مع كنزة الزرق واللي هي غادي تخصصها مع بداية فصل الصيف لكل ما هو واقي الشمس. معنا وفهمتوا بزاف اليوم الدكتور محمد جمال معتوف كذلك في فقرة القانون واللي غادي نبداو بها بعد قليل حلقة اليوم. قلت فهمتوا لانس انس تطيح لي الكمامه. صباح الخير دكتور. صباح النور سميره. كلشي في امان الله؟ الحمد لله بارك الله. اسم فريق صباحيه دوزام تنشكرك كذلك على الاجوبه ديالك في اسئله كورونا وفخورين بك استاذي. الله يحفظك لاله بارك الله فيك. اليوم غادي نخصوا الحديث ديالنا على واحد الموضوع اللي ما عمرنا ما تكلمنا عليه هنا في بلاتو صباحيه دوزام، واللي هو السدود القضائيه والاداريه اولى كيف ما تسميوهم بالدارجة البراجات. أيه. كثروا في فقرة الحجر الصحي، بغينا نتعرفوا على الإطار القانوني ديالهم كيفاش تيخدموا، شكون اللي عندهم الصلاحية باش يكونوا في هذه السدود، وشنو هي يعني شنو هو نوعية العمل ديالهم، طبيعة العمل ديالهم. هو فعلا كاين السد القضائي وكاين السد الإداري. هو السد الإداري اللي كيكون غالبا كيدار من الناحية الوقائية وتسيير وتسهيل حركة وتنظيم حركة السير، ها مراقبة عادية، وهذا السد الإداري كيكونوا فيه ناس قلال في ذاك السد، أرى الوريقات والسيارة في أمان الله، شعلها الضوء، كل شيء. تيكونوا قارين بعد الخطرة تلقاهم في نفس البلايص. أي في بعض الحيات يكونوا في نفس البلايص. كاين السد القضائي، السد القضائي عنده هذا الدور ديال السير حتى هو تينظم السير وتيشوف أوراق السيارة وتيشوف واش الوضعية قانونية إلى آخره، ولكن عنده واحد الحاجة زايدة اللي هي المسائل اللي كتعلق بالامن. هاد السد القضائي كيدار في واحد النقطه جغرافيه معينه، غالبا كيكون في الدخول ديال المدينه وفي الدخول من الناحيه الاخرى من جميع النواحي اللي غادي تدخل لواحد المدينه، يعني واحد المساحه جغرافيه كتكون محدوده وفيها واحد السد القضائي باش يعرفوا شكون تيدخل ويعرفوا شكون تيخرج. اذا الهاجس باين بانه امني. الناس تيخصهم يعرفوا، الناس خصهم يعرفوا بان هذا السد القضائي ما مديورش باش يستفز الناس المواطنين او لا يمثلهم بالحقوق ديالهم او يقيد الحريه ديالهم. على العكس ابدا، هو مديور باش يخدمك انت كمواطن ويامنك كمواطن ويسهل لك وينظم السير ديالك ويتحقق شكون الهويه ديال هذا الشخص الى اخره. اذا هذا كيكون على راس هذا السد القضائي ضابط شرطه قضائيه. اذا ملي كنقولوا ضابط شرطه قضائيه اي من حقه يفتش لك السياره، يشوف شنو عندك في الكوفر، حيت شنو كاين هنايا، شوف شنو كاين، هزها لك. الناس اللي معك تاهما، الناس اللي معك، عندك انت البطاقه الوطنيه، ارى نشوفها اوراق السياره اللي ما طبعا يمكن يقول لك اوراق السياره باش نعرف الصفه ديالك بالنسبه لهذه السياره، واش انت سارقها، واش ديالك الى اخره. اكيد. ودائما هذا ضابط الشرطه القضائيه او العناصر اللي كتكون في السد القضائي راه ما تيفترضوش فيك سوء النيه ولا تيفترضوا فيك الاجرام وانت مجرم الى حين اثبات العكس. لا، كثرت المواطنين مديتهم راسهم اللي تيفترضوا هذا الشيء. لا، حيت كيحس يقول انا الطريقه باش وقفني الى اخره. هو لا، راه هما تتكون عندهم تعليمات. تخيلي معايا بحال دابا انا في بوزنيقه، واحد السياره قطعت الطريق غادا لبن سليمان. هذوك الناس ديال بوزنيقه عيطوا الامن ديال بوزنيقه، عيطوا البراج اللي كاين في بن سليمان، الله يكثر خيرك، واحد السياره النوع ديالها كذا، الرقم الصفيحه كذا، العدد ديال الركاب اللي فيها هذا واللون اللي فيها،
اذا شنو كيديروا؟ كيخصهم يوقفوا كيعينوا هذيك السياره تجي، اذا خصهم يوقفوا ديك السياره حيت هما خبرناهم عطيناهم واحد المعلومه. في بعض الاحيان كتكون جرائم ارهابيه. صحيح. اذا ملي كتكون مثلا علاقه كتعلق بالامن ديال الدوله او جريمه كبيره، جنايه كبيره، وكنبحثوا على واحد السيد اللي هو ارتكب هذه الجريمه اللي مشتبه فيه ولا هارب من من من, من الامن، اذا كنوقفوا هذاك السد خصنا نقلبوا. اذا كي هاد الشرطه القضائيه كيديروا عمليه تنقيط. اشنو هو التنقيط؟ هو اللي كنسميوه بالفرنسيه لو بوانتاج. هذا البوانتاج كيعيط لواحد المكتب خاص اللي عنده جهاز باش يمكن له يقول له ها البطاقه الوطنيه ديال السيد الله يخليك قول لي اشكون شنو الوضعيه ديالو، الا كان بحث عنه راه تيلقيو عليه القبض. دابا كاين بعض الفراجات يعني اللي كتلقى سياره مجهزه الكترونيا باش ماشي عاد تنعيط انا لشي واحد وندير عمليه تنقيط. في ديك السياره كنجي ناخذ البطاقه الوطنيه ديالك وكنمشي كندير واحد العمليه تنقيط ونرد عليك ديك الساعات. صافي سيدي تفضل الله يعاونك ما كاين حتى شي مشكل. غالبا في هاد السدود القضائيه تتكون اشارات او علامات السير قبل منها. بزاف الناس ما تيحترموهاش استاذ، وهذا هو الهاجس علاش اختارينا نتكلموا في هذا الموضوع اليوم، خصوصا في ايامات الحجر الصحي ورفع الحجر الصحي، فهاد البراجات كثروا في المدينه وفي الباديه وفي كل الطرق. غير الناس ما تيحترموش بعض الخطرات هذيك قف ولا خفف من السير، تيجي تيدوز من الباساج الاخر والناس تيصفوا. تماما. شنو رايك استاذ محمد جمال معتوخ؟ ما خاصك تعاودها. المهم دابا باش ما تبقاوش حيت انتم كنتوا كتلاحظوا عليا واش الكمامه قربنا احنا نسالوا الحجر الصحي ومازال ما كتعرفش تركبها، راه ملي كتكون غير دايرها. المهم انا شفت لك يعطيك الخير. هذه صبوا لها ووريها لها. هي مزيانه، يلاه يجازيك بخير. وهذيك ما تتنزلش. لا والو. شفتها لك ديرها ان شاء الله في اسئله كورونا. الله يكثر خير. وكاينه حتى ديال السي صلاح الدين غمار. واخا الله يحفظك. لا ملي كتكون كتغوت لازم الناس كيديروها وغاديين في الشارع. فهمتيني؟ علاش غاد ما طيحش؟ ولكن ملي كتغوت حتى هضرتي بشي صباح الخير لا لاباس كلشي بخير ما كاينش تغيير، ولكن لانتي كتتفاعل وتت اكيد هذا الشيء تتلقى. اذا هذه المساله اللي قلتيها سميره ديال الاشارات هي مهمه، خصنا نعرفوا شنو هي القاعده. القاعده هي انه ملي كيكون الشرطي واقف، عنصر من العناصر ديال الامن واقف في ذاك البراج في ذاك السد، الا مشى عطاك هو اشارات بيديه كيلغي هذيك الاشاره الثابته كيلغيها. اذن الا عندك قف ياك وهو دار لك من بعيد تيدير ما كديرش قف ما كتوقفش. الا لقيتي البلاكا فيها قف والسيد واقف تيهضر مع عنصر معاه الزميل ديالو او لا واقف دايرها وحاضيك انت غادي تدوز تيخصك توقف، حيت هذيك الاشاره كتحكمك. هذيك هي القاعده القانونيه. الا كانت اشاره الكترونيه، اشاره الكترونيه تحجب وتلغي هذيك الاشارات الثابته، ولكن الشرطي او العنصر ديال الامن لك واقف عاود تيلغي الالكتروني وتيلغي الثابت. فهمتي؟ اذا انا كنمشي ملي كنلقى خفيف السرعه تيخصني نخفف السرعه ديالي. واخا. ملي نلقى مور خفيف السرعه قف خصني نوقف. واخا. من غير اللي عطاني هذاك السيد اللي واقف تما قال لي اشاره زيد راني ما نوقفش حيت هو عطاني الاذن. والامر الا ما كانتش قف وقال لي هو وقف تيخصني نوقف. امور واضحه. اكيد بزاف من المواطنين تيتسائلوا كيفاش شنو هي المعايير اللي تياخذوها الشرطه او الضباط باش يوقفوا، لان بعد خطا تيوقفوا بعد خطا ما تيوقفوش، واش غير هكذاك ولا وانت تيسحابك يا اما طوموبيلتك راه حقرك طوموبيلتك شي حاجه ماشي هي هذيك حقرك، يمكن يتسائلوا الناس ولا شي واحد عنده طوموبيله عاود مزيانه هذا طمع فيا ولا ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. اولا كنعطي تحيه من هذا المنبر العناصر ديالنا ديال الامن الوطني اللي خدموا في والدرك الملكي اللي كيديروا هاد البراجات. عرفتي علاش؟ حيت عندهم واحد الحنكه وواحد الخبره اللي يمكن له ما تيوقفش كل شيء، ولكن تيشم الريحه بالخبره ديالو. راه تيشوف انت كيفاش صايد وشنو داير ودير كاسكيطه ولا ما دايرش ومحسن ولا ما محسنش، شحال من خليه شحال من خليه ارهابيه شحال هذه توقفت بفضل هاد الناس هذه اللي تنحييهم تحيه حاره. اذن راه ما تيوقفش هو غير هكاك عبثا ويمكن له يخلي 10 يدوزوا وعاود يوقف وحده ولا يوقف جوج. عنده كامل الصلاحيه لذلك. بالضبط الشرطه القضائيه عنده جميع الصلاحيات باش يدير يوقف اللي بغى يوقف، ولا عطينا 5 دقائق ما فيها باس او 10 دقائق من وقتنا مع كل احترام للناس على عندها علاقه بالامن ديالنا وكيخصنا كلنا نساعدوا. واي واحد تعدى عليه شي واحد من هاد الناس ديال الامن في هذا البراج تعدى عليه تيمكن له يدير شكايه للمديريه العامه للامن الوطني. كاينه خاليه
اللي تيمكن لا تلقى الشكايات ويتحقوا مع داك الشرطي ولا داك العنصر الا تعدى الحدود ديالو. يعني دار الامور بالقانون. غير نفترضوا بان داك السيد راه تيقف من اجلي وراه واقف ديالو من اجلي والشمس والشتاء والشتاء والشمس والليل والنهار ما نحش راسي كيستفزني انا ماشي مقصود فهمتي يعني نتعامل معاه واحد المساعده هو كيدير خدمته وانا مواطن خصني نساعده صافي. واضح تحيه حاره لهاد الرجال هادو ديال الامن اللي تيسهروا على الامن ديالنا خصوصا في فتره الحجر الصحي لان مساكن خدموا بزاف. الله يعطيهم الصحه والله يخليهم لنا. شكرا لك دكتور محمد جمال معتوق. نتلاقاو بك الاسبوع المقبل باذن الله. اللحظه تنقترحوا عليكم مشاهدينا فقره دو ات دي اي واي او صنع ايديك. سميرة صباح الخير مشاهدينا وانا جد سعيده بتواجدي والعوده للبلاتو صباحية الدوزيام. والاكيد رغم رفع الحجر الصحي في معظم مناطق المغرب بعض الناس مازالوا متخوفين الخروج للاماكن العموميه، ولهذا ابتداء من اليوم وطيل الشهر يوليو سنقترح لكم افكار بسيطه باش تزينوا الحدائق او البالكون ولا السطح ولا لاتيغاس كيف ما كان الفضاء الخارجي عندكم في الدار. تزينوا بافكار بسيطه وادوات في متناول الجميع. اذا الفكره اليوم هو ان كاشبو بحال هذا دونك بطريقه بسيطه وبادوات بسيطه اللي هو القصب اللي متواجد يعني بطريقه سهله والثمن ديالو حتى هو ثمن بسيط. دونك غنحتاجوا الطرف ديال العود اللي داير بحال هذا. بالنسبه لهذا العود يقدر يكون في اي شكل واي حجم لان ما كيهمش لان غادي يكون مغطي بالقصب. دونك نحتاجوا الطرف داير بحال هذا وطرف ديال العود يعني هذا كيكون عصا طويله وانا قطعته على شكل يعني رجيلات صغار متواجد عند دروغري. الثمن ديالو حتى هو بسيط بين 10 دراهم او 12 درهم. اختاروه غليظ بحال هكا باش يعطيكم منظر جميل. دونك انا قطعتهم في هذا العبار. نتوما كيبقى لكم طبيعه الحال حريه الاختيار في العبار ديال لو كاشبو اللي غتصوبوا. لهذا كنحتاج هذا الرجل هادي. انا ديجا لصقت هادو باش نربح الوقت. غنوريكم الطريقه. هي جد سهله. غتحتاجوا فقط لافيسوز ولا ما كانش عندكم لافيسوز تقدروا تستعملوا مطرقه ومسمار حتى هي كافيه وتقدر تقضي نفس الغرض. دونك ناخذ الفيس ديالي بهذا الشكل دونك وكان ناخذ رجل بلا فيسوز. هنا كنكون ديجا درت الثقب باش نسهل عليا الخدمه في الطرف ديال العود الاول. وكنجي دونك وكنثبتو بهذه الطريقه. هنا كنحصل على هذا لو سوكل او هذا الاساس اللي من بعد غنثبت فيه هذا القصب هذا. تقدروا تطلبوا من السيد اللي كيبيع القصب انه يقطع لكم في العبار اللي بغيتو سينو تقدروا تقطعوه بسهوله بان سيكاتور. دونك كندوز للتثبيت ديالو. غنحتاج فقط مسامر بحال هادو دونك مسامر عادي ما يكونوش طوال بزاف والمطرقه. دونك طريقه التثبيت سهله جدا. دونك كندخل ما كنجيش على هذه الحاشيه هذه اللي عندي هنا كندخل بواحد 5 ديال لي سنتيمتر وكنجي كنلوي يعني الرولو ديال القصب. كنبدا بتثبيت الجوانب هو الاولى باش نتحكم في الخدمه ديالي بهذه الطريقه. دونك ديما بواسطه المسمار ومطرقه يعني ادوات متوفره عند جميع الناس. عاد من بعد كندوز وكنكمل الجوانب الاخرى. ما محتاجينش ديروا بزاف ديال المسامر بعد المسامر هي كافيه فقط. اذا هنا انا نكتفي بهذا القدر. نتوما في الدار كملوا المسامر كاملين باش يثبت لكم لو طرافاي ديالكم. دونك يكون هذا هو الشكل النهائي. تقدروا ديروا فيه اي غرسه عندكم في الدار. انا اختاريت هذه لان كدلا شي شويه. بالنسبه للحجم تقدروا تفنوا وزعما تبدعوا في الاحجام والاشكال. هنا درت رجيلات لي دغوا ما مايلينش شي شويه وهذا الشكل الثالث اللي ما فيش كاع رجلين وتقدروا تستعملوه كوم اون لونتيرن او لا ديروا فيه الضوء داخل. انا اخترت ندير فيه هاد لي ليد هادو لان ما كيحتاجوش ان راكوردمون مع البريز. دونك ديروا في الجرده في الليل كيعطي ضوء منظر زوين. يعني هذه كلها افكار بسيطه باش تزينوا الاماكن الخارجيه ديالكم يعني سواء كان بالكون ولا تيغاس كيف قلت لكم. كنتمنى ان الفكره تكون نالت الاعجاب ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله الاسبوع المقبل مع افكار جديده. نمر واياكم اللحظه مشاهدينا لفقره التغذيه مع سينابيل عياش اللي بقيت تنتسائل كيفاش دار في الكونفينمون وضعاف ما فهمش حنا في الكونفينمون بقينا تناكلو تبارك الله عليك. فاذا حافظتي على النظام الغذائي ديالك وطبعا درتي الرياضه ياك سينابيل عياش؟ كان شويه الرياضه في البيت. استغليت الفرصه اننا يعني بقيت مع الوالد والوالده واكيد تتعرفي مش تبقى في البيت ضروري تتوجدوا كاع داكشي. ولكن انا درت الصيام المتقطع في الحقيقه قبل رمضان من بعد رمضان
هو اللي يعاوني واللي يفعني. والصيام المتقطع هو موضوعنا لنهار اليوم. الصيام المتقطع او لو جون انترميتون ولا انترميتيت فاستينغ ولا على الموضه بزاف ولا دارج على الموضه بزاف. الناس اللي لقوا فيه راحتهم الغذائيه وبه طيحوا بزاف ديال الوزن الزائد. نعم الوغ سميري الا عقلتي كنا دائما تنقولوا بان النصيحه ديال ثلاث وجبات في اليوم اكل الدهر عليها واش يعني هنا تنخص بطبيعه الحال تنحيد باش ما نكونوش تنعموا بزاف. تنحيد الاطفال، تنحيد النساء الحوامل، النساء المرضعات والاشخاص المسنين او الاشخاص اللي تعانيهم اي مرض من الامراض. هادو ما داخليش في الخانه ديال الناس اللي ممكن انهم يديروا هذا الصيام المتقطع. بالنسبه للناس اللي ما عندهم حتى شي مرض وصحه وما تيديروش الرياضه بزاف فممكن انهم يديروا هذا الصيام. ماشي ممكن، انا تنقول انه اصبح ضروره الان اننا نمشيو في هذا الاتجاه ديال الصيام المتقطع. اشنو تعني هذا الصيام المتقطع؟ لان الناس ملي غيدخلوا الانترنت يقلبوا مثلا شنو غيلقاو؟ غيلقاو 5-2. هاد 5-2 شنو هي؟ 5-2 هي عندي 5-2 هي خمس، ناكل خمس ايام ونصوم يومين ما ناكل والو. هذا بريطاني الاصل هاد الريجيم هذا. شوف كاين انجليزي كاين امريكي كاين هذا. المهم دخلات من بعد 5.2 هاد 5 انا 5-2 هي ناكل خمس ايام ونصوم يومين. يعني الويكاند مثلا ما غناكلش. عندنا في الدين ديالنا واخا اكزاكتومون الاثنين والخميس. النوع الثاني اللي كاين هو 16-8. هاد 16-8 شنو هي؟ هو انني غادي ناكل مثلا غنبدا ناكل من 8 الصباح حتى للربعة العشية. مثلا غنفطر مع 8 الصباح نقدر ناخذ مثلا الغداء وناخذ اون بتيت كولاسيون واحد الكوتي خفيف مثلا في العشية مع الربعة، ولكن غنحبس الماكلة حتى ل 8 الغد الليل أو العكس. هذا هو أو العكس نبدا مثلا المهم أنني ناكل مدة 8 السوايع ونحبس لمدة 16 ساعة. هذه كاينه كذلك. من بعد انا تنقول ان الان ماشي ضروري اننا نبداو ندخلوا في هذه الحسابات هذه، لان الهدف من لو جون انترميتون دون مانيير جينيرال اشنا هو الهدف منه؟ الهدف منه هو نخلي الجسم ديالي يدوز للاستهلاك ديال هذيك الدهون اللي كاينه اللي تعتبر مصدر ثاني للطاقه. لان ملي تنكون تناكل مثلا ملي تنفطر الصباح وتناكل وتندوق مع العشره وتناكل واحد شويه مع 12 شنو تندير هنا؟ تنخلي دائما نسبه السكر مرتفعه وما تندوش لحرق الدهون، لان المصدر الاول للطاقه هي السكريات، المصدر الثاني للطاقه هي الدهون. حنا ملي تنبغيو نضعفوا ولا باش نحرقوا السعرات الحراريه في الجسم ديالنا تنبغيو نمشيو اكثر للدهون. هذه النقطه الثانيه. دابا الان كاين هناك فوائد اكثر وفوائد اكبر لبانس ديال لو جون انترميتو. عندك الحق سي جمال بالنسبه للكمال هي بالنسبه للامعاء ديالنا. دابا الان الدراسات تتبين بان الميكروبيوت انتستينال اللي كنا هضرنا عليه بزاف، هذا الميكروبيوت انتستينال ملي تيكون الجهاز الهضمي ما خدامش، يعني انت كليتي لو دوزيام سيرفو دونك انت كليتي مع 8. انا شنو تنقول في هذا لو جون انترميتون الناس اللي مابغوش يدخلوا في هذه الحسابات؟ بغيتي تفطر الصباح فطر مثلا، انت خارج الزنقه دابا تنعرفوا مع هذا المشكل اللي كاين دابا ديال الكوفيد صعيب باش الانسان انه ياكل على برا، تتبقى خاص مجموعه ديال الاجراءات اللي خصها دار فيما يخص النظافه. فممكن نفطر في البيت ديالي مزيان، غنفطر مع 8 الصباح مثلا، ولكن ماشي ممكن انني نتغدى، ماشي ضروري انني نتغدى، راه ممكن نبقى حتى لخمسه ولا سته العشيه وندخل البيت ديالي وعاد ندير واحد الغداء. هنا عندي واحد 10 السوايع ديال الصيام ومن هذيك الوجبه عاوتاني ديال 6 العشيه. فاش تهضر على الصيام واش نقدروا نشربوا ولا لا؟ نقدروا نشربوا، حنا دابا ما تنهضروش على الصيام الديني. الصيام الديني هذا بوحده ممكن نشرب اتاي، ممكن نشرب قهوه بلا سكر، ممكن نشرب اتاي بلا سكر، ولكن ما يمكنليش ندخل سكريات اخرى. فملي تنبقى 10 السوايع من 8 الصباح حتى 6 العشيه مثلا ما كليت حتى شي حاجه، هنا الجسم غيستهلك هذيك السعرات الحراريه ديال الفطور وغيدوز لحرق الدهون. هذه الاولى. ثانيه الجهاز الهضمي ديالي ملي غيسالي الهضم ديال الفطور غيرتاح شويه، غيرتاح وغيطرد البكتيريا الضاره اللي تتكون على حساب البكتيريا النافعه على مستوى الامعاء سميره. هذا تيعني باننا ما تنخليوش ليه الوقت في الايام العاديه انه يدير هذا العمل. انا تنعطي دائما مثال بسيط جدا سميره. انت دابا خدامه من اثنين حتى للجمعه، واش تخملي دارك في هذا الوقت هذا؟ لا، بقاش تخملي البيت ديالك في الويكاند. نفس الشيء الجسم ديالنا. دونك الجسم ديالنا النهار كامل حنا تناكلوا، جهاز هضمي خدام، ما كايناش عمليه تنقيه. فوقاش غتكون عمليه تنقيه؟ ملي غيكون الجسم في راحه. الان المقوله ديال ثلاث وجبات في اليوم اصبحت مغلوطه واصبحت خاطئه بالنسبه للجسم ديالنا. جوج بركه كافيين، ممكن نزيد عليها وجبه اخرى ثانويه. نقدر نكون مثلا انا خدام عندي واحد العمل اللي هو شاق، تنفطر الصباح مع 12 مثلا. حنا ما غيبقاش سميتو صيام، ولكن ممكن نديروا بعض الحالات الخاصه. مع 12 ممكن ناخذ فاكهه، ممكن جبت تميرات مثلا جبتو معايا من الدار، غناخذ التميرات غادي نسد بهم الرمق على ما ندخل للدار مع 6 العشيه. سؤال مهم تفضل. التميرات كاين واحد الايه يمكن تعتقك مزيان في هذا الكلام ديالك السي نبيل. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. اذا كنا لا ايه 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 اللي هي ايه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. اي هذه تنهضروا عليها حنا دائما تنجدوها في رمضان. الى ما صرفناش يعني ما ناكلوش بزاف يعني وهذه اللي كنخليو الوقت للتبذير.
ان المبدرين كانوا اخوان الشياطين. هذه المساله ديال الاسراف حنا دائما تنهضروا عليها في رمضان لانها تتوقع بشكل كبير. الموضوع غذائي محض وليس ديني. نعم فعلا, فعلا. ولكن الحمد لله على نعمة الإسلام. أنا بغيت غير نسولك سؤال أخير لأن ما بقاش عندنا الوقت. قلتي نقدروا نصوموا, واش دائما تتركز لنا على أهمية الفطور, واش ممكن تجاوز الفطور؟ لا ممكن تجاوز الفطور, ممكن تجاوز الفطور. علاش؟ بحال دابا أنا اليوم ما فطرتش. ولكن تحسي براسك مزيان. مزيان. حيت دابا هنا تتبقى كل حالة حالة خاصة. نقدر نكمل الصيام ديالي ديال 16 ساعة. ممكن سميرة شوف هي الإحساس بالجوع هي نقطة إيجابية ماشي سلبية. ما تنهضرش على أنك تموت بالجوع. ولكن ديك الجوع اللي تيكون خفيف ومن بعد تيدوز. النقطة الإيجابية هنا ديال المرحلة اللي الجسم تيدوز لحرق الدهون. دابا الناس باش ما يفهموناش باش نوضحوا الأمور عطيني جوج دقائق. دونك الصيام المتقطع اللي درنا عليه هو اللي كاين انني تنبقى واحد المده طويله ديال 16 ساعه ما تناكلش. ولكن الناس اللي ما قادريش يمشيو في هذا الاتجاه على الاقل يبعدوا ما بين الوجبات, يديروا الفطور مثلا والغدا يكون شويه متاخر. او لهذه النقطه اللي شرتي لها دابا انني الصباح ما تنقدرش نفطر, ممكن نشرب اتاي ديالي, ممكن نشرب قهوه ديالي ونخرج وغنبقى مثلا حتى لوحده ولا جوج وغادي نتغدى مثلا, تنرجع للبيت ديالي وغادي نتغدى. او لا ممكن انني غادي نخرج للبيت للعمل ديالي وغنخرج معايا شويه ديال الفواكه مثلا ولا تمرات وغادي ناكلو مع 12 وحتى نرجع في العشيه وندير هذيك المائده العائديه اللي ممكن غنتناول فيها. هذه تنظن هذه غادي تجي اتوالم السيستم ديالنا كاملين. لان الاكثار من الوجبات قلت لك مساله اللي ما بقاتش, مساله اللي كانت شحال هذه. الان الاقلال من الوجبات هو اللي ولا فيه ايجابي. وتنعاود ناكد هذه النقاط ما تتنطبقش على الاطفال, النساء الحوامل, النساء المرضعات, الناس اللي تعانوا من اي مرض والاشخاص المسنين. الناس الاسوياء اسوياء صحيا طبعا واللي يمكن لهم يديروا الرياضه مع الكوتش ياسين اللحظه. شكرا لك سميره وصباح الخير عليكم. والحلقه ديال اليوم غادي نخصوها بزاف ديال الناس اللي داروا برنامج غذائي وبرنامج رياضي وصلوا لهذيك النتيجه ديالهم. ولكن السؤال اللي تيطرح من بعد هذيك النتيجه ومن بعد هذاك الوزن المثالي اللي كنوصلوا ليه, شنو هو لونطريمون اللي نديروا, برنامج اللي نديروا باش نبقاو محافظين على الوزن ديالنا؟ لان بزاف ديال الناس فاش يوصلوا لهذاك لو ريزولتا يا اما تيتزاد لو بوا يا اما تيبقى كيوقع واحد تيديزيكيليبغ لو بوا ديالو. هنايا كاين واحد لونطريمون خاصه, كاين واحد البرنامج خاص كنديروه باش نبقاو محافظين على الوزن ديالنا مثالي. شوفوا حركات اللي غادي نديرهم, غادي نقترح لكم واحد البروغرام ديال لو رونفورسمون جوست ابخي غادي نكملوا بلو كارديو. هذا هو احسن برنامج باش نبقاو محافظين على الوزن ديالنا, هذاك الوزن المثالي. شوفوا معايا نبدا حركه بشويه, نحاول ندير بعدا لي شوف قبل ما نبدا نهود شويه بلو كور ديالي لتحت, نتيري العضلات ديال الظهر ديالي, العضلات ديال لي جون ديالي, نرخي الظهر ديالي. حركات ساهلين, برنامج ساهل اللي غادي نديرو, حاول تبعوا معايا. خذوا 1 متر كاري عندكم في الدار وديروا داكشي اللي غادي ندير. شوفوا معايا غادي نهود سكوات. الهدف من هذا البرنامج اللي غادي نديرو هي لا مانيير غادي تبدل ديال لونطريمون. كنا كنديرو سكوات عادي, ركزوا معايا دابا غادي نهود لتحت, نحاول نهود وديما ندير لو موفمون بواحد الثقاله. جوج نهود نزير كرشي نخلي الدار ديالي واقف ونرجع. غندير هاد لو موفمون هذا 15 ريبيتيسيون 15 مرة وغادي نبلوكي 15 ثانية غادي نبقى واقف هنايا. 15 ثانية غير غادي نسالي غادي نوقف ونعاود نفس العملية غابيد سينجل 15 أخرى ونعاودها من ثلاثة حتى لأربعة ديال المرات. 14 15 وغادي نبلوكي في بلاصتي, غادي نصبر واحد 15 ثانية نجمع كرشين نتنفس مزيان ونعاود نمشي لحركه اخرى. شوفوا معايا غادي نخدم العضله ديال الرجلين بجناب. شوف غادي ندير خطوه كبيره سوغ لو كوتي, نخلي واحد الرجل طوندو, نطلع نهزل لو جونو ديالي, عاود نرجع لتحت اوب ونرجع لتحت. الا لاحظتوا كنوقف, وهاد الوقفه راه خصكم ديروها ضروريه ضروريه. كنهود كندير واحد بوز ديال 2 سكوند عاد نرجع, بوز عاد نرجع. من بعد ملي كنسالي 15 كان بلوكي هنايا, غادي نحس بالعضله ديالي كتزير. علاش؟ باش نخدموا لي موسكل بروفون, العضله ديالنا من الداخل. نصبر 15 ثانيه ونعاود نفس العمليه على لو كوتي دغوا فوق, عاود نرجع واحد جوج ونرجع واحد جوج. لاحظتوا لا مانيير الطريقه ديال لونطريمون كتبدل هنايا. هذا هو الطريقه الصحيحه اللي نقدروا نبقاو محافظين على الوزن ديالنا. ثلاثه جوج نفس العمليه وغادي نبلوكي هنايا 15 ثانيه. تنفس مزيان, غادي نحس بالعضله ديالي كتزير شويه ونحاول نتنفس مزيان. 15 ثانيه ونرجع لبلاصتي. غادي نحل دابا رجلي مزيان, باقيين كنخدموا العضلات ديال الرجل ديالنا. غادي نهود لتحت داكا ونخلي الدار ديالي واقف, نطلع غير شويه ونرجع
جوج ثلاثة أربعة ونمشيو حتى ل 15 وغادي نبلوكي ستوب 8 7 6 5 4. ركزوا معايا هنايا شنو خصنا نديرو. ملي غادي نسالي هاد ملي غادي نسالي هاد لا سيغي هادي ما غاديش نرتاح، غادي نعاود نرجع نعاود ديريكت، يعني غنديرو ثلاثة ديال لي سيركوي متابعين، ما خصناش نوقفوا. عاود نرجع 13 14 15 وغادي نبلوكي غنسالي 15 ثانية، غادي نعاود 15 أخرى. داكوغ، دونك نحاولوا نديروها من ثلاثة حتى أربعة المرات. إلا درتيها ثلاثة مزيانة قدرتي تزيد أربعة ماشي مشكل. نمشي لحركة أخرى، شوف غادي ندير خطوة كبيرة لقدام، نهود زاوية قائمة في الرجل ديال القدام ورجل ديال اللور، الدار ديالي واقف، ونرجع كنبلوكي جوج ثواني وكنطلع جوج ثواني وكنطلع. ثقوا بيا غادي تحس بلي المسكل ديالكم كيتخدموا مزيان، لأن فرق كبير مني كندير بوم وكنرجع مع كنهود وكنبقى نبلوكي. بتاتر في الاول ما غادي نحس بوالو، ولكن من بعد سبعه ثمانيه ديال لي ريبيتيسيون غادي نبدا نحس بالرجل ديالي كتخدم. حركه اخرى اوب، وتا هي نديرها 15 20 مره ونعاودها ثلاثه المرات. نمشيو حركه اخرى، باش نخدموا شويه العضلات ديال الجسم ديالنا من فوق. شوف غادي نهود لي بومب، نهود لتحت بشويه ونطلع. الا قدرتي ديرها على صبع رجليك، نهود وندفع، نهود وندفع، حتى هي من 10 حتى ل 15 مره. ومني غادي نسالي شوفوا معايا، غادي نبلوكي لتحت وغادي نبقى واحد 15 ثانيه. الا لاحظتوا غادي تحس بالعضله ديالك كتزير وكتفيفري. نحسب حتى هي 15 ثانيه. حركه اخرى غادي نخدموا فيها العضله ديال الكرش ديالنا، وهي حركه مهمه. شوفوا معايا، غادي نحط رجلي بوزيسيون ديال بابيون، نسد يدي هنايا ونطلع الفوق، تنطلق يدي الفوق ونرجع. علاش اخترت هذه الحركه؟ حيت هذه الحركه كتخدم الكرش كامله. نطلع الفوق ونرجع، نطلع الفوق ونرجع 15 مره، وغادي نبلوكي هنايا 15 ثانيه. 3 2 1 ستوب. سوبر. كيف ما شفتوا هذه الحركات كاملين، الهدف ديالهم هو كل ما كنساليو واحد لا كومبينيزون كنبلوكيو نفس العدد اللي درنا كنبلوكيوه ثواني، وهذا هو البرنامج الحقيقي اللي كيخلينا اننا محافظين على الميزان ديالنا. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذه الحلقه، ديروا هذا البرنامج غادي يعاونكم بزاف. نهاركم مبروك، السلام عليكم. صباح الخير سميره، صباح الخير مشاهدينا الكرام. اليوم غنتكلموا على الواقي الشمس ولا ليكرون سولير اللي تنصيبوهم في المتاجر، تنصيبوهم في لي فارماسي اي لي بارا فارماسي، ومنهم انواع واشكال، منهم لي كريم الزيوت، منهم لي موس، منهم لي سبري، يعني بزاف الاشكال وما تنعرفوش كيفاش نختاروا بيناتهم. دونك اول حاجه اللي بغيت نفسر لكم مشاهدينا ان الاس بي اف مهم جدا في اختيار ليكرون ديالكم على حسب السن ديالكم وعلى حسب النوع ديال البشره ديالكم. كي تتعرفوا الاس بي اف هو تتسمى لو فاكتور دو بروتيكسيون سولير ولا عامل حمايه الشمس. شنو معناتها؟ معناتها هو الوقت الذي يستغرقه اشعه اليو في بي لاختراق الجلد باستخدام ليكرون. مثلا هنفسر لكم سيدتي ان مثلا بدون واقد الشمس، يعني ما تديروا حتى حاجه لوجهكم، اشعه الشمس مثلا في 10 دقائق تبدا تحمر لكم البشره ديالكم. هذيك 10 دقائق هتضربوها في العدد اللي تيكون حدا الاس بي اف، مثلا تيكون هاد الاس بي اف مثلا 20 ولا 15. لجي تدير 10 دقائق في مضروبه على 20 ولا 15، مثلا نديروا 15 20 10 دقائق في 15 هي 150 دقيقة، باش الأشعة الشمس تستخرق البشرة ديالك وتتولي حمراء، يعني في واحد ساعتين ونص. لذلك حنا ديما تنصحوا أنكم تستعملوا ليكرون مورا ساعتين ولا ثلاثة سوايع على حسب الإس بي اف ديالكم. كيف ما كان الإس بي اف أكثر كيف ما كان الوقت باش تستغرقوا الأشعة تستخرق أشعة الشمس البشرة ديالك. دونك هذه أهم حاجة خصكم تعرفوها. مثلا الا كانت عندكم البشره ديالكم مفتوحه بزاف، الا كانت مفتوحه بزاف خصكم تمشيو في واحد الاس بي اف اللي هو عالي، يعني من 50 الفوق. الا كانت البشره ديالكم ما بين وبين، يعني مفتوحه ولكن ما بين وبين، دونك عندكم من 30 حتى ل 50 خصكم تستعملوا الاس بي اف. ملي تتكون البشره ديالكم فوالا بحال البشره ديالي ماشي فاتحه بزاف، يعني مغلوقه، تتولي تتمشي ل 15 حتى ل 30. ولا مشيتي مثلا البشره اللي هي مغلوقه بزاف تتبقى غير 15 اس بي اف 15. هذه اول حاجه. ثاني حاجه
فهو خاصكم تعرفوا ان كيفاش تستعملوا هاد لي زيكرون سولير. مثلا كاينه الزيت، الزيت مثلا تنصحوا بها للذات ديالنا ماشي للوجه ديالنا. مثلا بغيو نديروا ان برونزاج تنديروا الزيت، وخاصكم ديروا الزيت بواحد الطريقه اللي هي تكون فريمون تتغطي البشره كامله. يعني الا خليتوا شي تقيبات ولا خليتوا اماكن من ليكرون ما غطيتوش فيها البشره ديالكم، فالاس بي اف تنقص. هذه سمعوا هذه المعلومه اللي هي جد مهمه. مثلا انا غندير الاس بي اف 30 ولكن درته مثلا على ذاتي، ولكن خليت واحد البلاصه ما غطيتش بها، دونك هذيك البلاصه اللي ما غطيتش بها راه تيبقى ما تيبقاش العامل الحمايه هو 30، تيوقص حتى يمكن يوصل ل 15. يعني هذه معلومه مهمه. اما الزيت حسن من لا كريم ولا حسن من لو سبري، لا. ما حد هنا عندكم الاس بي اف 50 فهو تيحتارموا كذلك الحمايه والمده الوقايه ديال البشره ديالكم. يعني بحال الزيت بحال السبري بحال لا كريم، يعني على حسب نتوما شنو تيعجبكم. حاجه واحده اخرى، الناس اللي تيديروا مثلا سبور، اللي تيديروا جرا ولا تيديروا سبور ولا تيبغيو يعوموا، تنصحهم انهم يستعملوا لا كريم سولير. الناس اللي مثلا اللي تيبغيو يديروا ان برونزاج، اللي باغيين يتشمشوا، فتنصحهم انهم يستعملوا الزيت. يعني كاينين الزيت، انا بغيت شفت في متاجر مثلا كاينه الزيت بحال هكا تتكون مكتوبه فيها على كاروب، وكاينه الزيت اللي تتكون فيها اس بي اف 50. تنصحكم بيان سور تستعملوا الزيت اللي فيها الاس بي اف، باسكو هاد الزيت اللي تتكونش فيها لا بروتيكسيون فهي خطيره جدا على البشره ديالكم، وما تتكونش تتحمي البشره ديالكم. دونك لا بغيتوا ان برونزاج يطلع لكم زوين، استعملوا ديما اس بي اف. والاس بي اف كيف ما كان الحال خصكم ديما تعاودوا ليكرون حتى لساعتين ثلاثه السوايع، بعض المرات حتى اربعه السوايع مورا من انكم استعملوه المره الاولى. دونك ابخي كاينين لي زيكرون اللي تيكونوا غير ديال الوجه، دابا ولاو تنصيبوا ديال الوجه وديال الذات، ما كاينين حتى ديال الوجه. مثلا البشره اللي هي تتكون مدسمه، اللي تتكون البشره مدسمه تنصحها انها ما تستعملش لا كريم سولير، تستعمل لا موس سولير. يعني خرجوا ماتنو ديال دي زيكرون اللي هما تحيدوا ديك ليفي غرا ليفي بريان ديال لو فيزاج، يعني تتكون على شكل موس تديرها في وجهك، يعني خاصه بالبشره اللي هي مدسمه. السيدات مثلا اللي تيبغيو يديروا ان ماكياج في النهار وميم طون باغيين يحميو البشره ديالهم، فكاينين مثلا تا دي فون دو تان افيك ان اس بي اف واصل حتى ل 50. يعني شنو هي 50؟ الا كنت مثلا انا البشره ديالي تتحرق مثلا واحد نص ساعه عاد تتحرق، دونك الاس بي اف 50 الا ضربتيه في 30 دقيقه راه واحد المده ديال تقريبا 6 سوايع اللي يمكن له يحمي البشره ديالك. دونك لذلك واحد ملي تيبغي يدير ان ماكياج وعارف راسو ما عندوش الوقت باش يبدل باش يعاود ليكرون، من الاحسن تستعملوا الاس بي اف 50 حتى الفوق. دونك تنتمنى ان هذه المعلومات هتعاونكم في اختيار لي زيكرون سولير، وتتمنى لكم فرجه ممتعه وان شاء الله الى الحلقه المقبله. شكرا لك كنزه الزهراء، نتلاقاو بك الاسبوع المقبل باذن الله. هاللحظه غادي نودعكم على امل اللقاء بكم غدا ان شاء الله في نفس الموعد، نلقاكم على خير. غادي تكون معنا ان شاء الله الدكتوره ناديه مزيان متوكل ضيفتي فقره امومه اللي غادي تكلمنا على الفحص الغير جراحي قبل الولاده. معنا كذلك صوفيا جمعي فقره الديكور اللي هي غادي تخصص الفقره ديالها كامله الاكسسوارات اللي تزيد زينه على البيت. الدكتوره لبنى بوحولي غادي تكلمنا على تاثير الموسيقى بما انه 21 يونيو اللي دازت اليوم العالمي للموسيقى او لا فيد لا ميوزيك، تاثير الموسيقى على الدماغ موضوع فقره بيني وبينك. الكل والمزيد صباحيات دوزام، نهاركم مبروك، الى اللقاء.